Ghuraba, ghuraba. ورغم كل ما نراه من فتن وإغراءات وظهور للباطل في كل مكان، فإن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رغم كل ما نراه من تسارع الناس إلى الشهوات وتكاسل عن الطاعات، فإن من بين أولئك فئة من الناس اختارها الله واصطفاها وحفظها من الفتن لما حفظت أوامر الله. أولئك هم الغرباء، وهم من أردت أن أواسي بكلمات هؤلاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم؟ اسمع بارك الله فيك. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس، صححه الألباني رحمه الله. تأمل بارك الله فيك في قوله صلى الله عليه وسلم: يصلحون، ولم يقل صالحون، فالصلاح وحده لا يكفي. من أوصافهم أيضا أنهم أهل غيرة ودعوة وإصلاح، وليسوا بيائسين ولا مستسلمين للواقع الفاسد. ولقلتهم في الناس جدا سموا الغرباء، فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع في أهل العلم غرباء، والدعون إلى السنة والصابرون على أذى المخالفين أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم. لا يظن ظان أن الغرباء في شقاء أو تعاسة، بل هم أسعد الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. وطوبى من الطيب، قال سبحانه: طوبى لهم وحسن مآب. فهم أسعد الناس في الدنيا وأعلاهم منزلة في الآخرة بعد الأنبياء، فطوبى لهم في الدنيا وطوبى لهم في الآخرة. عن أبي سعيد مرفوعا قال: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا. انظر اليوم وتأمل الحال، انظر اليوم وتأمل الحال. إذا استقام شاب أو فتاة أصبحوا بين أصحاب الماضي غرباء، بل حتى في بيوتهم وبين أهليهم سخرية، افتراء واستهزاء. وما ضر هؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى للغرباء. وقال أيضا: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. يقول لصحابته: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قال الصحابة: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. قال: بل منكم. قال الأوزاعي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قال رحمه الله: أما إنه لا يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى منهم إلا رجل واحد. قال يونس بن عبيد رحمه الله: ليس شيء أغرب من السنة، والأغرب منها من يعرفها ويتبعها ويطبقها. وقال ابن رجب رحمه الله: وهؤلاء الغرباء قسمان، أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس، وهذا أدناهم منزلة، والثاني من يصلح ما أفسد الناس، وهو أعلى القسمين بل هو أفضلهما. قال الحسن رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يدفع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. أما من مظاهر الغربة في زماننا اليوم: غربة في العقيدة، ف
فلا يوجد من هو متمسك بعقيدة السلف من جميع جوانبها إلا قليل من الناس. غربة في الالتزام بأحكام الإسلام، قل المصلون وكثر المغنون، والله يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. غربة في السلوك والأخلاق الفاضلة، فلا نكاد نرى من يتخلق حقيقة بأخلاق الإسلام في المعاملات وغيرها، فقل القدوات والأسوار. فكيف نستطيع أن نؤثر على غيرنا إذا فقدنا أخلاقنا وقيمنا؟ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. غربة في عقيدة الولاء والبراء، حيث ميعت هذه العقيدة عند كثير من الناس، وأصبح الولاء والحب للدنيا ومصالحها، فأصبح أعداء الله أصدقاء، أصبح أعداء الله أصدقاء. ما كأن الله قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ما كأن الله قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى معنى لطيف في حديث الغربة فقال: وهو لما بدأ غريبا، أي الإسلام، لا يعرف ثم ظهر وعرف، فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف. وفي هذا عباد الله رد على من يفهم من أحاديث الغربة أن هذا انحسار للإسلام وعدم الأمل بعودته، وهذا ما يفهمه كثير من اليائسين. وفي كلام شيخ الإسلام السابق رد على هذا الفهم الخاطئ، وذلك أن الإسلام إذا عاد غريبا كما بدأ فإنه بإذن الله سيعود قويا ظاهرا، كما حصل ذلك بعد غربة الإسلام الأولى. وهذا الفهم الصحيح هو الذي تشهد له آيات وأحاديث. قال جل في علاه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إن تسأل عنا فإنا لا نبالي بالطغى، نحن جند الله دوما دربنا.